حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. تعرض المتقاعدون العمال إلى صدمة بعد استلام رواتبهم وفق القانون الجديد للضمان الاجتماعي، فيما تحدثت مصادر عن حالات إغماء ووفيات بفعل الصدمة. وجاء بعض النقص في الرواتب بسبب تطبيق معادلة على ما يسمى بأصحاب العجز، حيث تم اقتطاع نسبة العجز الصحي من الحد الأدنى الذي تعهدت به حكومة السودان وهو 500,000 دينار، مما جعل الحد الأدنى لرواتب هؤلاء هو 350,000 دينار وليس 500,000 دينار. أفادت تقارير محلية في محافظة ذي قار بأن نسبة الفقر في المحافظة بلغت أكثر من 30% نتيجة المشكلات الاقتصادية والتغيرات المناخية التي قضت على مصادر المعيشة لآلاف العائلات. وبينت تقارير أن السلطات الحكومية لم تقدم حلولاً واقعية للأزمات في المحافظة التي تعاني أساساً من تدهور في الخدمة الأساسية والصحية، متوقعة ارتفاع عدد الفقراء في المحافظة إلى معدلات غير مسبوقة. وتوقع مختصون ارتفاع عدد الفقراء في العراق إلى نحو 15 مليون شخص، فيما تعزو مراصد حقوقية أسباب ارتفاع نسبة الفقر إلى سوء التخطيط الاقتصادي والفساد المالي والإداري الذي ضرب مؤسسات البلاد. قالت مديرية الزراعة في محافظة واسط إن الخطط الزراعية الشتوية التي تم إقرارها للمحافظة تبلغ 400,000 دونم فقط بهدف زراعة الحنطة والشعير والخضروات. أوضحت المديرية أن المساحة الزراعية المقررة في المحافظة تبلغ نحو 15% فقط من مجمل الأراضي الصالحة للزراعة في واسط، مبينة أن الخطة محدودة جدا قياسا بالبنى التحتية الزراعية في محافظة واسط بسبب قلة المياه والموارد. جدد وزير النفط في العراق حيان عبد الغني دعم العراق الكامل اتفاق وقرارات أوبك بلس التي تم اتخاذها نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي. وأضاف الوزير عبد الغني أن العراق سيقوم وفقا لبرنامج الخفض بتقليص إنتاجه إلى 4 ملايين برميل يوميا خلال الفترة المعلنة اعتبارا من الأول من كانون الثاني من العام 2024 أي العام القادم، ولغاية 31 من شهر آذار أيضا من العام القادم، معربا عن تقديره للإجراءات الوقائية التي تتخذها مجموعة أوبك بلس حفاظاً على توازن واستقرار السوق النفطية على حد تعبيره. انخفض خام برنت ونايمكس إلى أدنى مستوياتهما منذ أواخر شهر حزيران الماضي وحتى الجلسة الماضية، في مؤشر على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تشهد فائضاً في المعروض. وقال محللون إن انخفاض أسعار النفط أجبر أوبك بلس على تحسين التضامن لتهدئة السوق، مضيفين أن أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 2018. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.